ما انت كيما شتي هي كيما هي يعني يوم على نهار كيتزاد هادشي طافي علينا الضو كنعيطوا للمالين لا سامدي كيقول لك واخا حقا فين ما عارفينهاش جاو حتى راس الدرب طلعوا علينا ومشاو في حالاتهم كيضربوا الدوره ثاني الى يومنا هذا ما تكلفش شي حاجه ما كاين شي حاجه غتعطيها من جيبك الحمد لله راه الدوله عندها كل شيء شنو السيما الرمله الحديد اليد العامله موجوده الشركات اصلا كيصلحوا بالنسبه انا كنقطن في هذا الحي هذا خلقيت زياده في هذا الحي هذا وبالنسبه لهذا التهميش هذا راه سنين متعدده وحنا عايشين هذا الشيء هذا بالنسبه لهذا الحفاري وهذا راه ما كاين لا حاسب ولا رقيب بالنسبه للناس المسؤولين اللي هما كيبانوا عندنا غير فوق الانتخابات عاد تيجيو تيقولوا حنا غنديروا غنفعلوا حتى شي حاجه ما كاينه هذيك الوعود الكاذبه والحومه انت كيما شتي هي كيما هي يعني يوم على نهار كيتزاد هذا الشيء الخيوط ديال الكهرباء مدليين ديال الهواء تيفتا هما مدليين يعني ما كاينش شي اللي غادي اللي غيراقب هذا الشيء هذا ولا اللي غيهضر على هذا الشيء هذا راه ما كاينش حنا عندنا مسؤول اللي هو راه كيقطن في هذه الحومه هذه نيت حاليا وترشح في هذه الحومه هذه وما كايناش الاجابه منه وما كاين حتى شي حاجه منه هذا هو اللي كاين اللي الشتا بعدا كاين الا ما حضيتيش راسك مع بيبان ديال الديور يدخل عليك الماء ملي كتكون الشتا قويه وداك الشيء راه كيدخل الماء للديور وكيطلع بعد نوبه الماء من الواد الحار يطلع عندك للدار في وسط المجاري وداك الشيء يعني كاين اعاده الهيكله ديال الساكنه كامله من الراس حتى للراس وماشي غير من الراس حتى للراس يعني تخرج بها وتديها حتى لجنب البحر الا بغيتي تعاود الهيكله ديال الحي وماشي غير حنا اللي تنعاني وراه حتى هاد الحومه اللي بجنبنا ولا هاد الحومه اللي حدانا حتى هما نفس الشيء ولكن شكون معاه من نهضروا ما عرفناش الشباب اللي غنطرقوا عليه باللي غيستجب لينا باش اننا نلقاو شي حل لهاد الحي هذا ما لقيناش حنا ساكن سانيت الحاج معطيز نقت ابدان محقوره حقرينا من المزيان طافي علينا الضو كنعيطوا للمالين لا سامدي كيقول لك واخا حقا فين ما عارفينهاش جاو حتى راس الدرب طلعوا علينا ومشاو في حالاتهم كيضربوا الدوره ثاني الى يومنا هذا كعيط جارنا عيط جار الاخر مراته كلنا كنعيطوا والو زنقتنا محفوره فيها الفيران طوبات كيلعبوا ما نقولكش اليد تقطع في الليل ما كاين لا ضو لا حتى حاجه ومع من تهضري ما كاينش مع من تهضر ما كاين لا مسؤولين لا حتى لعبه كنصونيو عليهم والو ما كاينش اللي كيجاوبك صافي حقره وصافي ايه ولا اله الا الله وصافي كلشي كيترشح على عائلته وحبابه و... لا علاقه لا لا حتى واحد ما مسؤول على حومتنا نهائيا في مره لا والله ها انت شوف الرجال كيطيحوا مساكن كيدوزوا للجامع كيتاكلوا كيجي على فمه الدراري كيطيحوا الليل ما تقدرش تخرج تسخر نهائيا تسعود ما تقدرش تخرج لا اله الا الله وصافي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله الله يدير تاويل وفوق 16 عام ولا 18 عام ما عمرش عند حد لا والو نهائيا لا محفره الفيران كيطلعوا الطوبات كيطلعوا ماش نقول لك ما كاينش حتى واحد ما كيسول فيها نهائيا والضو طافي فيها كنصونوا لساندي كيقول لك واخا حنا جايين فينا هما بح غير هاد السيمانه ما نقولكش كل ساعه نعيطوا الجيران كاملين عيط والو شنقول كله كيقول راسي الشتا والكلاتي ما تقدش تخرج بعدا اولا ما تقدش تخرج للزنقه نهائيا الكلاتي خصك بوط عادي الا خرجتي الضو ظلام مد يدك تقطع الكريس هاد كلشي كاين موجود فيها اي ولا اله الا الله صافي المسؤولين يشوفوا من جهه الضعيف يشوفوا ماشي غير عائلاتهم وحبابهم وهذا الشيء علاش كينجحوا ماشي على الشعب وعلى الناس الضعافة وعلى الدراويش نهائيا خارج باب الشعفة كلها مكرفصة الديور غيطيحوا هي غير زنقتنا الديور غيطيحوا ما كاينش اللي كيهتم الحجر كتكون دايزة كديروا الحجرة بوتر الزنقة مع تجي فوق راس أي واحد راه غيمشي فيها ما كاين حتى مسؤول لا مقدم ولا هذا تيدوزوا يشوفوا ويمشيوا في حالاتهم صافي ما كاين حتى شي حاجة اللي منتبهين ليها أبدا الزنقة كاع تصاوبوا حتى لهاد الزنقة هادو اللي ما تصاوبوا حتى شحال من هذا كاين هاد الزنقة اللي مورانا وهاد الزنقة هادي ما تصاوبوش ومشينا هبطنا عليهم شحال من شيكاية درنا شحال من شيكاية راه الحومة كلها كانت سينا في ورقة وما تقبل منها حتى شي حاجة والحومات اللي كانوا قبل منا باقيين كانوا عاد جاو كلهم تصاوبوا وتقريبا حتى لهاد الحومات هادو ما تصاوبوش علاش ما تصاوبوش الله أعلم ودابا تقريبا دابا راه هادي السيمانة والضو هو طافي هي البولط طافي يعني هنا في الحومه كنخرجوا بالليل في الصباح في الظلام ما كنشوفوا واحد ما كيشوفنا احد وفي الشتاء هاد البلاصه كلها كتعمر بالامياء كدوز الامياء راه كاين الحفاري من لهنا حتى لهاد الجهه وكلشي تصاوب حتى لان هاد الحومه هادي اللي ما نعرفها شنو هو
ما عرفنا من شكون الله اعلم. المشكل اللي كتعانيو منه الحومه هو الحومه، البنيه التحتيه ديالها كلها ميته بحال ما كايناش الحومه مصلوحه، وما كاينش الضوء فهمتي. الشتا كتصب، ملي كتصب الشرى الحفاري ما كتلقاش من دوز فهمتي، كيجيو الكلاب بحال شكل لهنا، كيبقاو دوك البقايا ديال الكلاب حيت كاين الحفاري فهمتي. هنا بحال كاين واحد بحال كتمشي لشي بلاصه تقضي فيها حاشك بحال هكاك داير هاد الحومات. وانا اللي كنت استغرب هو هاد السله هادي ما كاينش فيها الاصلاح فهمتي. بحال دابا المدينه العتيقه كاين الاصلاح ديال، كاين اصلاح في اطار اصلاح هذاك المشروع اللي عطى جلاله الملك ديال اصلاح المدينه العتيقه، والسله سيدي موسى ما كاينش اصلاح كاع، البنيه التحتيه منحطه كاع نهائيا، كلشي راك كتشوف انت فهمتي. انا بلا ما نحتاج نقول لك انت كتشوف كلشي بعينيك. وانا كنت استغرب من هاد الناس وهاد المسؤولين هادو على الجامعه ديال السله، انه شنو الاساس ديالهم من هاد فهاد لي بوست اللي فيهم هما انهم ما يصلحوش البنيه التحتيه. وهاد الناس اللي مكلفين باصلاح البنيه التحتيه ما كنعرفش انا علاش كاينين هما تما في دوك المراكز اللي ما غيصلحوش هاد بحال هاد المشاكل هذا. وصحاب الضو كنصوني عليهم ما بغاوش يجيو، دوك السلام مدينتي كاع ما بغاو يجيو، صوني عليهم وجاو. ملي جاو شافوا المشكل من بعد شحال ما حنا كنصونيو، صونينا عليهم جاو شافوا بحال هكا، وقال لك غادي ندورو ندخلو حيت الحومه عندنا مضيقه، قال لك غادي ندورو نشوفو كيفاش ندخلو صطافيط من الفوق. طلعوا للفوق وما يمشيو بحالهم صافي، مشاو وخلاو الحومه هكا وما سايبوش الضو. وهادشي راه حشومه عيب وعار هاد الحومه هادي راه فهمتي، راه ما تكلفش شي حاجه، ما كاين شي حاجه غتعطيها من جيبك. الحمد لله راه الدوله عندها كلشي، شنو السيما الرمله الحديد اليد العامله موجوده، الشركات اصلا كيصلحوا على وعسى يصلحوا لنا هاد الحومه هادي وتكون هذا هو. وكنقول لهم هذيك العلميك اللي باقيين دايرين واش ما بغاتش تحيد، وهاد البوستات اللي شادين ما عرفتش انا هاد ما عرفتش علاش شادينهم، وما عرفتش هذوك اللي مراقبينكم علاش كاينين تما، وعلاش كتخلصوا نتوما اصلا اللي ما غاش تصلحوش البنيه التحتيه.